1968 عام مميز طبعا بالنسبة لنا 68 وقت نشر البحث عنه. عشت ولدت في محرق طبعا في رجل الشوك. طبعا لما أتكلم عن 68 ومحرق أتكلم عن عبق الماضي. عشت الطفولة الجميلة اللي ما كان فيها يعني وسائل ترفيه اللي نشوفها الحين، لا بلاي ستيشن عرفنا ولا الاكس بوكس ولا آخر. كانت ألعابنا بسيطة، الصعقير، الحرول، تيلة، حياة بسيطة جدا. رمضان كان طعمه مختلف جدا. دراسة الابتدائي الأول ابتدائي فقط في الخليل بن أحمد، مدرسة الخليل بن أحمد محرك أول ابتدائي بس. بعدين انتقلنا لبنة عيسى في منتصف السبعينات، يعني 75-76. طبعا النقلة من المدينة من محرك اللي بنت عيسى يعني شيء كبير بالنسبة لنا احنا، حتى على شكل البيوت، شكل كان بنت عيسى طبعا شيء حديث. في مدينة عيسى تكونت صداقات جديدة بطبيعة الحال، أجواء جديدة من فريق يعني صغير ملبق إلى بيوت مفتوحة كبيرة. فكونت صداقات جديدة. وطبعا بهذه المناسبة لازم أخص بالذكر صديق العمر والطفولة والروح أخوي حسن يوسف الدوسري، كنا ولا زلنا أصدقاء حالة خاصة رغم طبعا المشاكل، لكن الحمد ما زلنا نلتقي. لظروف ما بعد ما توفت جدتي عائشة الله يرحمها كنا قاعدين في البيت أنا وأبوي وأخوي وليد الله يرحمه، فضل أبوي أنه نروح ندرس نكمل الإعدادي عند عمتي فاطمة طلال الله يرحمها في الخبر السوري، يعني كملنا بس الابتدائي طبعا. فدرسنا الإعدادي في الخبر أنا وأخوي وليد في مدرسة الإمام الشافعي، أيضا كانت حياة مختلفة، نروح السعودية نقعد بالحوالي شهر شهرين نرجع في اللنجات يعني في الغرفة المنامة. فكملنا ايضا الخبر كانت حياه مختلفه، اصدقاء يعني جدد من بيئه مختلفه، ايضا تشكلت هناك امور اخرى ساهمت في ايضا حياتي الثقافيه. وفي 86 جاءت النكس اللي بالنسبه لي انا غيرت كثير من مجرى حياتي، هو 11/9/1989 1986 توفى الوالد الرحيم محمد المرجد وترك فراغ كبير بالنسبة لي خاصة يعني وأيضا إخواني، ولكن أنا أكثر متأثر. ولكن قدرنا طبعا أنا وأخوي وليد أن نتقلب على هالألم الكبير والفراغ اللي ترك الوالد، وواصلنا دراستنا بفضل الله ثم بفضل عمي أبو ماجد وجل التحية بس كان لنا خيرة وسند ولا زال ولا بالصحة والعافية، وأيضا عمي عزيز ماجد. تخرجت في الثانوية سنة 87 تخصص أدبي، وكنت من الأوائل. وأتذكر أن وزارة التربية والتعليم آنذاك كافئتنا كافئة أوائل البحرين ان ودوهم رحله سياحيه لمصر، والبنات ودوهم دبي. انا اخذت الصحافه هوايه، وهوايه يعني متجذره فيني والبذره موجوده من الاساس يعني. يعني لما كنت انا في يعني في طفولتي في محرك اكلمج كان ابوي عنده مكتبه فوق، وكان يوم كل يوم يومين ودباء البحرين منهم محمد جابر الأنصاري، عبد الله خليفة، راشد نجم، كان يجون حبيب الملك، كان يجون يقعدون فوق يتناقشون في مختلف الأمور الأدبية ويتناقشون في كتاب شيء. فأنا كنت لما أشوفهم من بعيد أترك اللعب في الفريق وألحقهم وألحق الفوق وأقعد أشوفهم يتناقشون في الكتب، ما أفهم شيء طبعا صغير أنا، بس كان الأجواء دي يعني أحس فيه هناك راحة. إذا ما كنت أتناقش معهم أروح أخذ كتاب مكتبة الوالد أتكلم فيه أطالع فيه. ايضا لما انتقلت من عيسى فكنت الوحيد من بين اخواني اللي متعلق بالمكتبه،
أرجع في المكتبة أرتب بروحي أشوف وأتذكر إنك كتبت أول قصة اسم الأرنب الوديق يا كانت 79 أو 81 أخبار خليج ما زلت كتبت قصص اسم الأرنب الوديق هذه أول قصة كتبتها وأعطيتها للوالد كان ذكرها طبعا الوالد رئيس الصفحة الثقافية في أخبار خليج أو ساعات طويلة عملت في المكتبة بالنسبة حق سني شيء غريب يعني في ذاك السن تعرفت على دوستويفسكي كان في سن 15 و16 سنة على كلم وونسون ألبرتو مورافيا فريدريك نيتشه نجيب محفوظ فقرأت معظم أو ما أقول قرأت التهمت معظم روايات فيدرو دوستويفسكي وكاتب المفضل في ذلك السن يعني وهذه كلها تحسينها بذرة يعني موجودة فينا من 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 الأساس يعني وهذا كانت زوجة أبوي هي الشاعرة القديرة حمدة خميس ونوجه التحية أيضا كان لها فضل كبير أيضا في تشكلي فكل هذه بطبيعة الحال كان لها تأثير كبير في الطفل أسامة مو طفل عادي إنما كان أبوه أدبي وعلى فكرة أبوي كان يعني من رواد الصحافة والأدب في البحرين وأول مدير تحرير بحرين لجريدة الأضواء وأحد مؤسسين أسرة الأبواب بالتالي وأيضا هو أول من أدخل الفلسفة الهجومية القصير فلسفة سارتر وسيم من الأبواء إلى البحرين وهذا الفكر طبعا أنا ذاك فكل هذه تشكل يعني لا بد لها تأثير في الطفل ضجها بيت كله مكتبة بيت كله كتب ناس تقرأ ما في رعب عليه بالنسبة للأيام كانت جدا من الكتب هذه اللي يعني كانت الضرائب الحقيقية اللي فجرت في شرارة حب الصحافة لا ما يعني ما قال الصحافة إنما كان مشجع الأول القراءة أقرأ واكتب ثقف نفسك ولم يعني يقول لي أنت كان يقول عليك الكتاب قراءة وأتمنى أن تكون كاتبا أحسن مني هذا الأداء أحداء كتبها لي في مجموعة قصصية الثالثة رأس عجبان قراءة لابني أسامة واصل الكتاب والقراءة وأتمنى أن تكون كاتبا أحسن مني بعد طبعا توفى الله رحمه وبعدها طبعا جاءت الحياة بغمورها وحلوه ومرضتي ماذا تنتظرين من شخص كان يعني يعشق المسرح يقدس السينما يقدس القصة القصيرة يقدس الرواية الشعر هذا المجال اللي عشقته وأبدع فيه أنا قبل أيضا أدش الصحافة كنت كاتب قصة قصيرة وكنت نشط في التسعينات كنت أكتب رأس الصفحات الثقافية لقصص منشورة ولكن لما دخلت الصحافة توقف نوعا ما نشاط القصصي وطبعا الصحافة لها أمور آخر ولكن أنا أرد كلمة والد لقد دخلت الصحافة من بوابة الأدب وهذا هي المشكلة أول وظيفة اشتغلت في وزارة التنمية والصناعة أول ما تخرجت من الثانوية وكان معاي الله يرحمه صديق العمر أيضا الله يرحمه علي الغرير وكان معاي والله لاعبين كثير من الوحدة كان فياض محمود بدر السوار هذه كلهم كانوا معاي في وزارة التنمية والصناعة في التسعينات وبعدين انتقلت إلى الصحافة وقولها كل فخر ليس أثرت حسن الماجد إنما شخصية تأثيرها على بحرين ككل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله هذا الإنسان وهذا الرجل وهذا القائد العظيم اللي بالفعل أنا أعتبره معلمي الأول والمدرسة التي نهلت منها الصحافة عشق القلم والدفاع عن الوطن كان رحمه الله قريب من الصحفيين ومن كتاب العمل على وجه الخصوص ولا أنسى كلمته ما حييت يا أسامة الكلمة أهم من السلاح تعبير بليغ اسمه رحمه الله يبين لك كيف الصحافة لها تأثير وكان دائما يردد لنا في مجلسه الله يرحمه استضيفه في كل أسبوع كلمة مثل السهم إذا طلعت ما ترد. هواي الثاني قد يعرفوني
ربعي فيها وزملائي في الجريدة. أنا أعشق الطيران وعندي في هوايتي جمع من نماذج الطيران. فإلى جانب المكتب الضخم اللي عندي في البيت عندي حوالي 200-300 طيار نموذج من الطيارات المحتفظ فيها. فمكتبي بين وعندي مقر طيار أيضا. وعندي أيضا فلاي سيميليتر اللي هو محقق الطيران. فعندي هوس الطيران تقريبا تكلم طبعا وقت الفراغ يعني استخدم الفلاي سيميليتر والطيران المحاكاة، ولكن انا طبعا الوقت يعني ضيق، ولكن ما زلت اعشق الطيران واجمع نماذج الطيارات، واي نموذج احس ما عندي لازم ابحث عنه في اي مكان. لا غير صحيح، غير صحيح. كتاب الراي ما ينتقدون، كتاب الراي يعني يسلطون الضوء في كتاباتهم على اوجه القصور هذه الجهة وتلك، والجهة الأخرى هي تقدر يعني إن كان المسؤول يفهم وإن كان المسؤول يقدر الصحافة يتقبل الملاحظة على سبيل الملاحظة وليس النقد من الصحفي. بعدين إن لا تنسى أن قيادتنا الحكيمة تشجع الأقلام الوطنية وتعتبرها أيضا شريك في البناء والتنمية وتشجع النقد البناء، لذلك ما أعتقد إحنا ننتقد بقدر ما إحنا نوجه ونكشف اوجه القصور، وهذه مهمه الصحافه. الوالد الوالد كان يعني ما دش مدارس. الوالد علم نفسه. الوالد اشتغل بناني. اشتغل جابي في الكهرباء. ثقف نفسه بنفسه. عاش فقير. الشراره اللي خلت منه محمد المهاجر عجيب كبير مفكر معروف فقط تكون قصة عن زملاء أو أصدقاء. دش على بنت في الفريج وفيها دكتور، قال لها شنو دي؟ قالت لها طول عمرك ما بتعرفها. فهذه الكلمة فجرت فيه التحدي، فكان ياخذ المعاش ماله من وزارة الكهرباء وكان يشتغل فراش الكهرباء ويروح يشتري كتب، وكان قارئ نهم. وعلى ما سمعت من الدكتور رحمه كان يقفل على نفس الباب من الليل إلى الصبح على طول يروح يكتب، علم نفسه بنفسه. بعدين شاف في محمود مربي الله رحمه الاستعداد، ولكن في نقطة مهمة، الوالد كان قارئ نهم ويخزن. أنت مو كل واحد يقرأ ويخزن، ممكن يقرأ بس تروح مع الوقت. الوالد الله رحمه أعطاه دي يعني الميزة إنه يخزن اللي يقرأ، علم نفسه بنفسه، صقل نفسه تعب، وأصبح لما أصبح عليه محمد الماجد. هذه قصة روح أيضا تحتاج إلى سرد آخر يعني ما أعتقد. لا كتب طبعا ثلاث مجموعة قصصية ورواية واحدة، وأشرف على الصفحة الثقافية في أخبار الخليج، وقبلها كان طبعا مدير تحرير الأقواء، وكان شريك طبعا في أيضا في بدايات الأقواء، وأعتقد يعني كان اليد اليمنى محمود المربي الله يرحمه. طبعا محمود مرضي استاذنا كلنا يعني استاذنا والاستاذ اللي سبقونا. والله صعوبات كثيره الصحافه منها متعب اسمها، لكن انا في تصوري الابواب مغلقه. اذا الصحفي يعني ما توفر المعلومه من المسؤول او من اي جهه يروح لها، اتصور انه ما راح يؤدي مهمته بالوجه الاكمل. هذه صعوبه يعني لما الصحفي مهمته هو ينقل الخبر، مهمته ينقل هموم الشارع، وايضا يعكس حلقه وصل بين الجهتين. فاذا جهه معينه يعني سدت على الباب هذه صعوبه كبيره. فنتمنى احنا لا الحمد لله يعني كثير من المسؤولين يتعاونون معنا كصحافه، ولكن ايضا في بعض الجهات يعني ما زالت متحفظه. بدل ما تكلمت عن عمود السوالف، طبعا انا بوجه تحيه حق ايضا من كان سبب في دخول الصحافه خلني هذا الباب الجميل والبيت اللي ما بطلع منه. أول أستاذ نبيل يعقوب الحرار كان أنا ذاك رئيس تحرير الأيام، وأستاذ أحمد جمعة كان أيضا مدير الصفحة الثقافية، هذا لين يعني الشرف في البدرة، وأيضا كان تربطهم صداقة مع الوالد الله يرحمه، وعرفوا أنه من أسامة، وكانوا يشوفون كتاباتي في الأيام قصص قصيرة، فشافوا في البدرة، فأتذكر دخلت على نبيل الحرار. عبد الله
حضرت حق صحفي عندكم. قال إذا أنت ما تبين نحن نبيك. بعدين كان يعني الله يرحمه بعد سعيد الحمد كان له كبير في الصحافة وأيضا في دخولي عالم الدراما والإذاعة وكتابة الدراما الإذاعية. ومن يعني أول من اقترح علي كتابة العمل اليومي هو الله رحمه خالد بسام. قعد معي أتذكر لمدة ساعة يشرح لي شلون تكتب العمود شلون. فبديت هذا التعمد في الأسبوع كتريننج الأيام. نجاح زين عندك نسى للمقوى واحد يكتب عمود يومي. من ثم انتقلت إلى جريدة البلاد. انتقل معي عمود السؤال أيضا إلى البلاد مع المؤسسين بنفس الاسم 2008. نعم نفس الاسم 2008 ولله الحمد احنا 22 سنة كاتب عمود يومي. صار جزء من حياتي. ما في إجازة. جزء واجب وطني. أنا أعتبر العمود اليومي أو كاتب العمود اليومي سلاح. سلاح أنا أستخدمه حق الدفاع عن وطني. ما في تخاذل. حالنا حال الجنود. هو في الجبهة وإحنا في الجبهة للدفاع عن البحرين وغيرها. كاتب العمود اليومي لازم يكون مطلع على الأحداث المحلية، الأحداث الخليجية، الأحداث الدولية. أي شيء يطلب الكلمة له دور فعال مثل ما قال الله. حكم الصحافة يعني كان عندي مشروع أول لا أسوي. أجمع مجموعة قصص قصيرة اللي كتبت ما طلع الكتاب ولكن بحكم الصحافة تأخذ الوقت. لكن بعد ذلك فكرت لازم يكون لي يعني بصمة في خارطة المكتبة البحرينية. أول كتاب أصدرته هو عن سمو الأمير الراحل الأمير خليفة بن سلمان واسمه الأمير خليفة بن سلمان السطال ووطن. جمعت فيه كل مقالات اللي كتبتها عن سمو الله يرحمه وأصدرت هذا الكتاب. بعدها أصدر كتاب بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيس قوة الدفاع البحرين. بعدها كتاب عن سيدي جلالة الملك. أيضا جمعت المقالات اللي كتبتهم عن جلالة الملك خليفة الكتاب واسم الكتاب جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الحكيم المحب الشجاع. بعد هذه التجربة فقلت لازم يعني اتجه للجانب الادبي نوعا ما. فبعد وفاه الله يرحمه صديقنا واخونا علي الغرير اصدر كتاب اسمه علي الغرير صانع البهجه. هذا ان شاء الله راح يكون تدشينه بعد بعيد. وكان كتاب تدشينه يعني من حوالي 2 سنين ولكن بعد ظروف كورونا حاله دون تدشينه انما الكتاب جاهز وفي شهادات اصدقائه في شهادات الفنانين و أعمال مسرحية وما كتب عنه في الصحافة كله مقدمات من الفنانين أيضا. وآخر كتاب أصدرته بالعام الماضي هو أبواب عالقة أحاديث الثقافة والفنون وهو كل ما كتبته من نقد وقراءات ومقابلات صحفية مع الفنانين والأدباء والأعمدة ذات الشأن الثقافي جمعته في هذا الكتاب حصيلة كبيرة. وعملنا تدشين في أسرة الإضاءة والكتاب من حوالي 2 شهرين ومثل ما قال عنه أيضا ناقش حسين هو أيضا يعني لمن يريد أن يعني يبحث في الثقافة ينفع أيضا لمن لدي شهادة ماجستير أيضا يرجع حاجة هذا الكتاب لأن فيه كم كبير من الأمور الثقافية واللقاءات الفنية والثقافية الممتدعة 25 سنة يعني في جهد كبير يعني. زواجه كان زواج أهل. أتذكر أول ما اشتغلت في صحيفة الأيام جاني تلفون من زوجة عمي مراد الله يعطيها الصحة والعافية. أسامة حصل لك بنت روعية. شو اسمها؟ شيخ علي حمد الروعي. طبعا لما سمعت اسم عرفت إن هي أخذ صديقنا الله يرحمه طارق الرويلي كان لاعب نادي القطاع الشرقي توفى في التسعينات في حادث سيارة. توكل على الله. ف يعني زوجتي شيخة محمد أنا أعتبرها يعني هدية من السنة. وأيضا والدت الله يرحمها اللي كانت مؤم كانت بالنسبة لي ملاك الله يرحمها ثاجبة. يعني
أعطتني أكثر من الأم، لها تأثير كثير في حياتي الله يرحمها مثل ما زوجتي شيخة وقفت معي في أحلك الظروف الحلوة والمرة مثل ما يقولون، حال حال أي زوجة صالحة في العالم. كافحني أمير، توقف معي صحافة، قدرت شغلي، سهر، تعب، أقيل للساعة واحدة اثنتين في الصحافة، ندوات، تغطيات، أرجع البيت أيضا أشتغل على الماركتر، ما كنت أتدمر بالعكس، عارف طبيعة شغلي، ولله الحمد أنا محظوظ فيه بالفعل يعني، لأن الصحافة مو كل مكان راح يتقبلها يعني. الصحافة منها تمتاح، الصحافة يبي لها أعصاب من حديد، يبي لها نسم، يبي لها صدر وسيع. يعني شفتي مثل الباب اللي راح يطقه ما ربيون عليك، لازم تطقه مرة ثانية، ثالث ورابع، هذا الصحافة. بس عندك أخ، ما في أخوات؟ لا عندي اثنين أخ. أخوات عندي، عندي وليد الله رحمه أكبر من سنة، توفى سنة 2002. وعندي زياد الآن في الإمارات. شنو التطور اللي تحب تشوفه في الصحافة مستقبلاً؟ شوفي أنا يعني أنا قد أختلف مع الكثير، أنا كله يعني نقول الصحافة الرقمية للمستقبل، نعم مع الصحافة الرقمية بالفعل، ولكن أعتقد أن بتبقى الصحافة الورقية هي سيدة الموقف وهي صاحبة النفوذ. الصحافة الورقية ما بتموت. نعم احنا واكبنا الصحافة الرقمية وكلنا نشتغل فيها وهي أسرع، ولكن أيضا الصحافة الورقية يعني عشق خاص، رونق خاص، هي المدرسة اللي بدنا فيها. أنا أتصور يعني إن كانت هناك تطور الصحافة نعم تكون يعني لها شأن في المستقبل، ولكن ما أعتقد نستغنى عن الصحافة الورقية في يوم من الأيام. أتمنى الأمن والأمان لهذا البلد العزيز بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة الملك الثالث والرعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكلمتي لكل من يريد أن يدخل الصحافة من أبناء الجيل الحالي، إذا لم تكن مستعد وإذا ما عندك الصبر وإذا ما تكون عندك أعصاب من حديد، لا تدخل هذا الميدان. الصحافة لها لهب مو طبيعي. الصحفي إذا كان يبي يدرب نفسه يكون صحفي في المستقبل لازم يطلع الشارع، لازم معناه يحس يروح، ما يتعود أو ما يعتاد على الفاكسات أو الإيميلات أو الواتسابات أو الأخبار المعلبة، لا لازم يروح بنفسه ينزل الشارع يسوي لقاءات. هذه ميزة الصحافة، هل تصنع الصحفي أم الأشياء السهلات مثل ما يقولون ما تصنع الصحفي.